الهلال السوداني يفوز على الأهلي 1-0 في أولى مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات، وهزيمة غير متوقعة. كابتن شريف، نهار لك النهاردة صناعة هزيمة، ولكن دائما وأبدا بنتفق كلنا إن إحنا بيبقى لنا يد كبيرة جدا في التأخر في المباريات أو في التأخر في هذه المباراة. لينا حاجات كتيرة أوي في الشوط الأولاني كانت ممكن تخلي النتيجة عكس الطريق الشكل ده خالص. هي فرقة الهلال اعتمدت على الضغط عليك إذا كان أول شوط وتاني شوط، وإنت قلنا مش عايزين ميس باص، مش عايزين نخلي الكرة في رجلنا كتير، اديتهم فرصة دايما ان هم متواجدين عندك في منطقة الجزاء في النصف الثاني من الملعب عندك انت. انت بتلعب النهاردة كأن الوقت عايزه يخلص والنتيجة تبقى تعادل، يعني بهذا المفهوم. الهدف اللي دخل فينا كمان معرفش الشناوي الشمس كانت في عينه او ما حصلش تقدير جيد للكرة وهي جاية. شكل يعني زود على كده كمان ان عندك بعض التغييرات حصلت برضو بتحصل متاخره، وبرضو ما اعرفش حسين الشحات بيطلع من الملعب وبينزل كندوس وينزل قفشه بعد كده، مع ان في تغييرات واضحه كانت في الملعب تقدر تعملها، تخلي حسين الشحات ناحيه اليمين ويطلع طاهر وينزل محمد شريف مكان بيرستاو، ودي تغييرات طبيعيه، وقفشه ينزل مكان حمدي فتحي عادي جدا ده كان يحصل. وانا لما اتاخر بهدف ما خلاص العب بثلاثه ورا، انا مش لازم العب باربع لاعبين ورا، انا ازود نص ملعبي لعيب زياده والعب بثلاث فراوده ويبقى في دعم ان انا عايز ارجع للمباراه تاني واخش جوه التعادل اللي احنا اتاخر الهدف اللي احنا اتاخرنا بيه. مش يعني مش حكايه قوي انك انت تتاخر في اول مباراه في دوري المجموعات، ولكن ودايما كل سنه احنا كنا انت لو تفتكر يا ايمن كل سنه بيحصل لنا نفس الدروب نفس الشكل، وبنيجي على اخر مباراه بنبقى محتاجين نطلع والحمد لله بنتوافق وبنطلع وبعد كده بنوصل للنهائي يعني. انما دروس مستفاده كتيره جدا النهارده. الملعب حذرتك انا من الملعب النهارده، الهواء اللي فيه ارضيه الملعب، انت مش قادر تحط استراتيجيتك او تحط السيستم اللي انت بتلعب بيه التحضير والبناء الهجومي وازاي تطلع من نص ملعب. زياده على كده انك انت بتلعب من اول الملعب ما عندكش بلاي ميكر، ما عندكش لعيبه محدده في مراكز محدده من الاول، وعامل قعدنا نتكلم على شكل طاهر محمد طاهر هيبقى موجود فين، وعبد القادر وحسين الشحات وبيرستاو اللي كان الشكل اللي كنا بنعمل فيه انه يكون موجود هجوميا النهارده ما حسيناش بيه خالص غير في كره واحده او كورتين اول شوط، وتاني شوط حارس مرمى لم يختبر حيالة كره الكندوسي اللي في الاخر اللي هو رقص فيها وكان ممكن يشوطها ولو عدت اعتقد كانت هتبقى خطيره وممكن يبقى هدف يعني، هي دي الكره الوحيده. انما التعامل والفكر والطبيعي بتاعك انت بتاع النادي الاهلي ما كانش موجود خالص النهارده. اللعيبه زي ما تحس ان هم واقفه مش قادره، في حاجة في الجو في السودان مش مخليهم بيتحركوا بيجروا عادي الطبيعي بتاعه، بيستلم بسرعة وتركيز ويعمل الوانتو ويفكر في التصويب ويفكر في حاجات كتير قوي، فانت اوت بيسموها بره الجيم وبره الخطوط كمان، يعني تلاقي فيرود راح يمسك الكرة ايمن عايز يحذف اوت، انا مش فاهم، انا فيرود بنزل في العمق الهجومي ليه؟ افتح للناس يعني محمد اشرف ده لما نزل وراح حاول يعمل كرات عرضيه بيبص الناحيه الثانيه ما فيش حد يتلعب، اللعيب حتى مش واقف مكانه، انت فهمتني؟ عصبيه زايده قوي في الماتش مالهاش اي لازمه، من بدايه الشوط الاول مخرجاك بره الجيم خالص، بتفكروا في حاجات ثانيه، والشكل اللي احنا شفناه ده وصلت ان واحد من بره الملعب بيصطدم بلعيب عندك وبيحصل تعامل بينهم وبين بعض. مرفوض طبعا، خدت بالك اذا كان مرفوض من عندهم هناك طبعا من السودان، احنا مش عارفين ايه القصه دي هنعرفها يعني، انما انت ليه بتخرج نفسك بره التركيز في الملعب؟ ليه ما بتشوفش الظروف اللي انت بتلعب بيها وتأدي؟ فلو هنتكلم او لينا ما علينا ولي يعني كتير كتير علينا في المباراه دي النهارده ان احنا نسهل الدنيا على نفسنا،
عندنا امكانيات كبيره قوي ان احنا نوصل للجون بسهوله يعني. وبعدين فرقه الهلال بتلعبك بلعيب اللي اسمه ليليو مكابي ده من 34 اذا كان بيلعب ناحيه الشمال او بيلعب ناحيه اليمين عنده سرعات وعنده ضغط عليك سهل قوي انك انت تقرا الجيم يعني. ما عندهمش غير كره طويله ليه، لو جات لهم فرصه ان ما فيش تمركز انت مش ماسك الكره في نص الملعب بيمسكوها ويعملوا الاداء، عرفوا ياخدوك ويخرجوك بره الجيم خالص بانهم اي تاتش معاهم يروحوا واقعين وعاملين تضيع للوقت عشان يجمدوا المباراه دي اللي احنا كنا بنتمناه نعمله احنا في المباراه اللي احنا متقدمين فيها. ف اليوم كله كده على بعضه اداء ونتيجه. وعلاء حذرك قال لك انا الشكل بتاع الشوط الاولاني ده ما يقلقني، وفعلا اتخطفت في جون وضربه جزاء ربنا انقذ الهدف والشناوي صدها. احنا قلنا بعد الهدف بعد ضربه الجزاء احنا هيكون لينا وضع تاني، الروح هتبقى حاجه تانيه، خدت بالك؟ تقدر تتعادل بقى وتقدر تهزهم في الحاجه اللي هم ضيعوها. مش يومك يعني النهارده كرؤيه وكشكل للفريق اللي جاي افضل باذن الله. اعتقد يعني ان يوم من الايام اللي احنا بنروح نلعب فيها في افريقيا ونرجع مش مبسوطين، يعني مش مبسوطين من عوامل بقى خارجيه عن اللعيبه او داخل الملعب او شيء زي كده، انما ما الدنيا ما خلصتش يعني. ما احنا بنلعب كره قدم يعني كلها مكسب وخساره. احنا مش متعودين على التعادل ولا على الخساره، ولكن النهارده مكتوب لك انك انت ما يكونش ليك حظ اوفر في المباراه، ونرجع لكره واحده يمكن هي اللي كانت ممكن تخليك ليك الاسبقيه بتاعت اول شوط. انا طبعا مش عارف ايه الوضع، هنشوف مستر كولر هيتكلم مع ايه، وانا يعني عايزين اللعيبه تنسى الحكايه دي وتاخد السلبيات اللي كانت موجوده دي يعني لنفسها، وتعرف بعد تتفرج على نفسها بعد بتاع كده هتشوف ان في حاجات كانت زايده، نرفزه وعدم تركيز والملعب مش بيساعدهم، الضغط، الهواء بتاع يعني. نخلينا نشوف ان شاء الله المباراه الجايه بتاع الدوري يبقى احسن، ونشوف حاله اقوى باذن الله مع سان داونز باذن الله، العوض باذن الله في وقت وفي احنا في البدايات لسه يعني. كابتن علاء هارد لك، بس هي نتيجه غير متوقعه، ولكن انت توقعت رقم الشوطين لو الاداء مشي على نفس الاسلوب. بص عندي تعليق كده صغير يعني، هو هارد لك بتقلي فرقه اللي هي تبقى كويسه وتضيع فرص وما تكسبش. ايوه. انت ما عملتش كده النهارده، فانت مش هارد لك خالص. كل الكلام اللي احنا قلناه من الشوطين في عجاله تقريبا يا ايمن اتحقق، اللي قاله كابتن شريف وقاله اسامه وقاله بلال، وفي الاخر قلت جمله كده احنا كلاعيبه كره قلقانين منها، اي حد وعنده الاحساس ده يعني. سالت كابتن شريف عايز تقول حاجه، انا اقول لك نفس الجمله اللي انا قلتها، نفس الكلام وسام نفس الكلام بلال، حتى لو انت قاعد مكاني اقول لك يا ايمن في حاجه هتقول لي انا قلقان من الشكل اللي هو سيبني اعمل هجمه وانا هعمل هجمه. ده مش عشان ده مش اسلوب النادي الاهلي، النادي الاهلي بينزل بيفرض سيطرته، اسلوبك واضح تماما تماما، اسلوبك واضح. الارض مش بالسوء بتاع السنه اللي فاتت يعني، كابتن شريف اتكلم على الارض، بس هي مش السنه اللي فاتت كابتن شريف كانت اسوء من كده، اللي هي حتى كنا بنتفرج يا جماعه صعب تلعب عليها كوره. صح. وبعدين معلش يا ايمن، هو احنا عمرنا طول عمرنا بنلعب على ملعب كويسه؟ طيب يبقى لكن ادائك مضمون دايما، في حاجه انت ضامنها، لو اداء لو الكوره مش هتساعدك في الملعب وكده روحك وادائك حتى المش فني مش عالي، لكن انت واضح انت عايز النهارده. كل النهارده الادوات اللي توصلك لمكسب المباراه انت فاقدها يعني. بهدوء ونتكلم، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البطوله، لسه بدري وان شاء الله هنعدي وهنتاهل وكل حاجه، بس في اشارات كده ايمن على فكره ما يعني خساره النهارده دي والله ربنا بيحبنا انها جت بدري. برافو عليك، جت بدري ودايما كده يعني الحمد لله، انذار كده بدري، خد بالك مش كل المباريات ممكن تبقى مش مركز فيها وداخل فيها مش مديها اهتمامها هتكسب منها، لا مش كل المباريات يعني. احنا نحمد ربنا ان مثلا دي مش مباراه مصريه، كانت انت بتتكلموا في ايه؟ لكن في الاول مقبول، انا عارف اللي هيحصل في النادي الاهلي من الاداره ومن اللعيبه ومن كل حاجه، ده مفروغ منه، بس انا بتكلم النهارده، والنهارده درس قاسي لكل من ينتمي لفريق النادي الاهلي مش للجماهير. هو طبعا اعتذاره واجب لجماهير الكوره النهارده في النادي الاهلي، اعتذاره واجب، لازم يعتذروا النهارده للجماهير على الاداء ده والنتيجه دي، ده
مبدئيا. غير كده لا، النهارده كله هيتحاسب، ولازم قبل ما احاسبك او احاسب اي حد احاسب نفسي. لو انا حاسبت نفسي وابتديت بيا انا، كل حاجه هتبقى تمام. صح. وعلى فكره تاريخ يعني مشوار اي لاعب في الكوره يا ما هيقابل كده، بس انا دايما عندي كلمه بقولها وبكررها كتير، التعامل ازاي اتعامل من المكسب والبطولات والفرحه. يعني بص كابتن شريف في بدايه الاستوديو اتكلم على ايه؟ اتكلم على حاجه عدت، بس حاجه الناس كلها حباها، كاس العالم للانديه. وادائنا مع ريال مدريد، وكنت ممكن تكسب فلامينجو لو في شويه حاجات حصلت. حلو، انت بتتكلم دايما بتشيد بالحاجه الحلوه، بتتكلم على ادائك على روحك. لما تلعب 42 دقيقه مع ريال مدريد بغض النظر بقى ناقص منها فريق، ناقص منها سته، ناقص منها ماليش دعوه، انت ريال مدريد وبتادي وكده، ناس فرحانه، ناس مبسوطه ان انت عملت كده. لكن لما بتتكلم على مباراه النهارده، لا النهارده بص يا ايمن، هي مباراه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي بلا ايجابيات، بلا ايجابيات تماما. هي النهارده للاسف كلها سلبيات، بس سلبياتها لازم انت تحولها ايجابيات. يعني احنا كلنا كده ما شاء الله الخمسه بنتكلم على فرصه في 98 دقيقه بتاع حسين الشحات بالظبط. بس طيب الطبيعي اللي احنا توقعناه الشوط الثاني غير كده خالص. اسامه قال هيبقى في تغييرات، او انا واسامه قلنا التغييرات دايما بتاخر شويه. بلال قال لازم الشكل يتغير، شريف قال لك لازم الشكل الهجومي يتغير في الملعب، لازم يحصل تغيير. انت خلاص حتى لو انت مش عارف الفرقه، وده يعني اكيد لا طبعا الفرقه اكيد كولر اتفرج عليها واللعيبه اتفرجت عليها، لو انت مش عارف الفرقه وحاسب لها حساب اكبر زي ما احنا كنا متخيلين، انت لاعب 45 دقيقه فانت شفت الفرقه خلاص. فرقه يعني الشراسه واللي احنا كنا قلقين منه والالتحامات وكده، الناس فعلا ما تعملش كده. بص يا ايمن، النهارده اللي وصلك لكده كلمه صغيره جدا في عالم الكوره، دخولك في المباراه كان مش على قدر المباراه. مزبوط. بس عشان ترجع بقى تلم نفسك تاني لا خلاص صعب. هي احنا بص في مباريات كده بتبقى قاعد بالظبط، قاعد كده وحاطط كده تتفرج، لا لا الاهلي هيكسب النهارده. ليه؟ لان من اول ما بيصفر الحكم انت شايف في حاجه بتحصل في الملعب، انت شايف ناس، لا الملعب متغير من اول دقيقه. لكن النهارده انت ضيعت شوط، وكنا مستنيين كلنا وجماهير النادي الاهلي كلها شوط مختلف يعني. تماما خالص. انت هتلاقي النادي الاهلي داخل وعامل ضغط هجومي وشراسه موجوده، ولا هيجيب جول وان شاء الله دور على الثاني، لان فريق الهلال ما عندوش امكانيه ان هو يكسبك، وفريق بيلعب على فرصه. يعني احنا كلنا النهارده بنتكلم على فريق عنده فرصه واحده بس، والضغوطات كلها عليه مش عليك. الشوط الثاني لا اتحول العكس، فريق طمع فيك لدرجه مش طبيعيه، لان هو شاف الشوط الاول ما فيش زي فرصه واحده، وانت ابتديت يعني دخلت الشوط الثاني بنفس الاداء، بنفس الريتم، بنفس التفكير، بنفس البطء. طيب ما هو انت مفيش حلول، مفيش حلول. انت خلاص عشان الاعداد، الناس بتفتكر كلمه الاعداد النفسي للمباراه دي كلمه بتتقال كده في الهواء، لا ده الاعداد النفسي ده ليه متخصصين في كل الفرق دلوقتي، والمدير الفني ازاي يعدك تخش المباراه. انا لازم اكسب، ما كسبتش حاجه بتاعت ربنا بس اطلع كله بيسقف لي، كله مبسوط، كله فرحان. بس هو ده لعيب الكوره في النادي الاهلي لازم يعرف كده، لازم هو في كل الاحوال بياخد اشاده انه كسب وعمل مباراه كويسه، واشاده ان هو عمل كل حاجه، بس في الاخر في حاجه اسمها النتيجه مش بتاعتك، دي حاجه بتاعت ربنا. هو ده لعيب كوره في النادي الاهلي، اشاده هنا واشاده هنا. لكن مفيش حد النهارده مبسوط من اداء النادي الاهلي، هو من اول ولا من اول الجماهير، ولا مدير فني، ولا اللعيبه اللي لعبت، ولا اللعيبه اللي اتغيرت، ولا اللعيبه اللي ما لعبتش، ولا اي حد ينتمي للنادي ده. خلي بالك حتى لو النتيجه غير كده مفيش حد مبسوط، مفيش رد. لكن هي برضو ايمن كلمه خساره صعبه طبعا، صعبه على النادي الاهلي، انت مش متعود عليها، مش متعود عليها بالشكل ده، ومش متعود عليها. دي اول مره الهلال يكسبك، اول مره الهلال يكسبك تقريبا على ارضه تقريبا يعني. ممكن احنا عمرنا ما كسبنا احنا ارض، لا تاني مره كسبنا قبل كده، لكن احنا عمرنا ما كسبنا على ارض، لكن خسرت برضو النهارده. ف ماشي، دروس مستفاده ولسه بدري، بس اتمنى ان النهارده لا درس قاسي جدا 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 لكل منظومه قرارات في النادي الاهلي، ومن غير زعل. يعني اصل احنا فنيا مش هنتكلم كتير فنيا، مفيش حاجه فنيات، هي كلها انت بس متضايق على خساره، ومتضايق على شكل الاداء. انا كنت ممكن اخسر النهارده واطلع اقول لا انا مش زعلان اني خسرت، لان كان في اداء وفي روح وفي 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 وفي، لكن انت النتيجه مش بتاعتك. لكن حتى النهارده انا مش قادر اقول الكلمه دي، لان قلت حاجه زي كده الناس هتقول لي انت راجل متخلف.
لان في النهارده تقصير، وفي تقصير النهارده لازم اللعيبه تحاسب نفسها عليه جامد جدا، لان جماهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي والتيشيرت ده لا 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 ما يستحقش كده ابدا. ده يستحق، لازم تموت نفسك في الملعب، تبذل اقصى مجهود في الملعب، ودايما ما تفكرش في النتيجه. فارجو ان اللعيبه تتعامل مع هزيمه النهارده ايجابيه، تاخد تتعلم النهارده ما استهلتش المكسب، بس لا اتعلم من اخطاء. طبعا هتعلم النهارده ان لا كان لازم اخش اسرع واخش اقوى ويدور على المكسب من بدري وما اضيعش وقت والكلام من ده كله. استفاد النهارده بهدوء على فكره، وانا عارف مش هيحصل عصبيه. انسى بقى موضوع السوشيال ميديا والكلام اللي هيحصل النهارده ده، ما تحطش في الدماغ. انت راجل دايما بتقفل على نفسك كويس قوي وبتعرف تخرج نفسك من الموقف ده. انا اتكلمت كتير بس هو الموقف كده، انا اسف طبعا يعني، لكن هو الموقف عايز كده. انها فنيات، مفيش فنيات، هو كله النهارده كلام. استفاد النهارده من التجربه، انا بينكم سنتر مريره بجد. صح اللي حصل النهارده حاجه بجد يعني، تجربه خاصه جدا عليك، لكن لازم تستفاد منها كويس قوي وتتعلم انك النادي الاهلي ما بيسيبش المباراه رايحه جايه، وانت هجمتك وانا هجمتي، وعلى حسب الظروف، على حسب الظروف. الظروف ما جاتش معاك انت، الظروف جت عليك، وكانت ممكن يبقى النهارده نتيجه 2-0 او 3 ضرب الجزاء، ومحمد عبد المنعم شايل هدف من الكره مع خط المرمى، ف كده تمام. او تقول الحمد لله انك خسرت 1-0 النهارده. يعني تخيل انت، انا بقول انا النادي الاهلي بقول الحمد لله طلعت 1-0، دي كلمه انا مش عارف طالعه مني ازاي. فلا النهارده لازم هدوء وحساب بايجابيه على فكره، لازم النهارده كل واحد حاسب حساب اللي هو لا انا لازم دايما راسك لفوق كده واخد خطوه لقدام، لكن مش بهد فريق، لا ده انا اقوم اللعيبه بس اقوم بهدوء، ولازم تشد شويه، لازم تشد عليها شويه، لانها بصراحه ايمن بغض النظر مين اللي غلطان مين اللي مش غلطان، انا مش عاجبني الشكل الاخير. المباراه خلصت وانت خسرت، ما تضيعش شكلك، لانك شكلك غالي قوي عند الناس، وشكلك كبير، شكل النادي الاهلي كبير، مش انا اللي اروح ازعق مع حكم واتخانق وكده. الكلام دي خليها جوه، حقك هيجي لك، عندك مدير كوره وعندك اداره تعرف تجيب لك حقك. انت لعيب مباراه حكم صفر، اطلع بره الملعب، لان انت حتى كمان انفعالاتك وحشه، لانك عارف انك وحش وخسران، كل ردود افعالك تبقى وحشه. فالطبيعي لازم كانت اللعيبه النهارده خرجت مباراه وتسيب الموضوع ده لسيد عبد الحفيظ وفي اداره. صحيح. لكن تجربه، وطول ما انت في الملعب طول ما انت هتتعلم. ومعلش يعني المباراه بجد صعبه علينا كلنا على فكره، مش على اللعيبه بس. وارجو ان شاء الله قادم يا رب ان شاء الله يبقى احسن، انك عندك مباراه يوم الثلاث، لازم الاستعداد بسرعه، وهترجع على اسوان لازم تخلص يعني ان شاء الله قبل ما تيجي اسوان تكون الاثار دي منتهيه تماما. مباراه النهارده لازم اكيد سيد هيقعد وكل موجودين هيقعدوا، لازم صعبه شويه طبعا يا كابتن، ان هي معلش صعبه على لعيب النادي الاهلي نفسه يعني. معلش صعوبتها يا ايمن اللي تخرج منها بسرعه. هو اللعيب كويس زي ما بقول لك لازم يخرج من المخ بسرعه، زي ما بقول لك افرح النهارده وبطولتك يوم وكده. النهارده لازم مباراه اثارها السيئه دي كلها تتشال، توصل ان شاء الله السودان اسوان مباراه خلاص ما فيش وقت يا ايمن. النهارده السبت كنت بتكلم مباراه يوم الثلاث وفي بطوله ثانيه غير، وانت دو. الحمد لله فارق فيها، فما ينفعش. لا ومش عايز السيناريو يتكرر اللي هو بتاع السنتين اللي فاتوا. لا لا خالص خالص بالعكس، لا 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 ماتش النهارده يقول لك لا لا ده اللعيبه دي لازم اولا تصالح جماهيرها بمباراه كبيره جدا جدا ان شاء الله، اداء كويس قوي وان شاء الله تكسب نتيجه كويسه، بس نخرج من المباراه دي بسرعه، ما يعني ما تاخدش وقت معانا ان شاء الله، ودايما ان شاء الله القادم احسن للعيبه. يا رب. وبعتذر دايما معلش طولت شويه. لا لا ما تجيش حاجه كابتن. كابتن اسامه، هزيمه قاسيه وطبعا ما كناش نتوقعها قبل المباراه ولا نتمناها طبعا. يعني توقع قبل المباراه لا، بالحاله اللي انت كنت فيها في كاس العالم، بحاله لعيبه النادي الاهلي وخبراتها الكبيره في بطولات افريقيا ومستوى حتى الدوري المصري والدوري السوداني وظروفهم اللي بيمروا بيها. لكن نقطتين الاول يعني هتكلم فيهم، وبعد كده ممكن اتكلم ايه الاحداث بتاعه المباراه. النهارده الهلال استحق الفوز. الشوط الاولاني احنا قلنا الفرقتين مفيش خطوره كبيره هنا ومفيش خطوره كبيره هنا، والاستحواذ متبادل والريتم قليل، احنا قاعدين نقول الماتش رايح جاي مش عارفين ايه اللي هيحصل. لكن الشوط الثاني الهلال استحق الفوز، دي اول حاجه. فعشان كده مبروك لنادي الهلال وهارد لك لينا، و يعني زي ما الكباتن قالوا انت في مباريات هتقول ايه احنا هارد لك او احنا عملنا حاجه كويسه قوي فما حظنا وحش. لا، هم النهارده الشوط الثاني هم اللي عندهم اصرار اكتر، مظبوط، هم الاسرع، هم اللي ما بيقعوش على الارض اكتر،
هم اللي راحوا فرص اكتر، هم اللي جابوا هدف، هم اللي ضيعوا ضربه جزاء، هم اللي ضيعوا بعديها واحده محمد عبد المنعم شالها، فمبروك ليهم وهارد لك لينا، وان شاء الله التعويض سهل. موضوع لسه بدري، لسه بدري جدا، ده لسه خمس ماتشات والنادي الاهلي قادر ان يكسب الخمس ماتشات دي، مش هي دي القضيه. لكن احنا لما بنتكلم قبل المباراه غير تملي، بنقول ايه الحاله اللي عليها اللعيبه يوم المباراه وقت المباراه. طيب انا النهارده ايمن من وجهه نظر انا الشخصيه، انت بتلعب 11 واحد وغير في ناس اتغيرت، بس هتكلم على ال 11 الاول. لم يؤدي احد دوره بشكل جيد غير محمد عبد المنعم فقط، دي من وجهه نظري الشخصيه. كله بره يعني علي معلول مش في حالته، هاني مش في حالته، ياسر ابراهيم مش في حالته، ديانج وحمدي فتحي مش في حالتهم، طاهر وبيرسي تاو وعبد القادر ما مش في حالتهم، حسين الشحات نوعا ما يعني هو مش، رغم انه يلعب مش في مكانه، واحنا قلنا يعني الافضل انه يكون في مكانه لان هو اجاد فيه، ومع ذلك هو اللي اتغير اول تغيير، فدي برضو يعني هو يوم ما الحاله مش حلوه، الحاله كلها مش حلوه. طب انت ساعات مثلا بتعمل مباراه مش باجاده تامه، ولكن في فرص ضايعه، في خطوره، في لا حتى دي حتى مش لاقينا يعني انت مش لاقيها الشوط الثاني، ان مثلا في خطوره، في تهديد لابو 20 لحارس مرمى لهلال ابو 20، في اصرار وضغط كده، لا في عارف انت حاله زي ما يكون استسلام او خمول. وبعدين لما يحصل يا ايمن كتير قوي، وانت قلت وسالتنا كلنا موضوع المشاحنات بتاعه الشوط الاولاني اكتر من مره، صحيح. من اكتر من لعيب استمرت الشوط الثاني، طلعك من تركيزك، طب ما انت بتطلعك من تركيزك. ما هو دي بقى ليه؟ لان خلي بالك انا اللعيبه لما بتبقى في احسن حالاتها الفنيه والبدنيه وبقديها ماتش كبير قوي ما بتقعدش تلتفت للحاجات دي كتير، انت ما بتقعدش تركز مع مشاحنات وده خبطني وده مش عارف عمل لي ايه وده لا، لما بتقعد بقى تتكلم كتير ورغي كتير واكتر من مره في الشوط، يبقى انت الحاله مش يعني مش عارف تجيب نفسك فنيا، فانت بتتكلم كتير وبتطلع بره التركيز. فخرجتك بره التركيز، انت الاخر ربع ساعه ايمن او 10 دقائق الماتش تقريبا ما بيتلعبش، ايوه وخناقه وبعدين ايه فاول وبعدين تقف كره تقف، يعني تحس ال 10 15 دقيقه اللي هي ممكن انت لو انت بقى مركز ومهتم او مش مهتم يعني قادر وبتقاوع وكده ما كانش هيبقى عندك شغل للموضوع ده خالص، ولا هتحطه في دماغك، هتلعب تركز على انك عايز تتعادل. هو بالنسبه لكم كويس يا اسامه؟ طبعا بالنسبه للهلال، بالنسبه للهلال هو عايز كده، طبعا وعايز كل 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 دقيقه تقف الكوره يبعدك مظبوط، بس هو بالنسبه له احسن. صح، يعني طبيعي ان الفرقه اللي كسبانه عايزه الماتش يفضل كده لغايه لما يمشي، ده من حيث ال طيب ال 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 التغييرات اللي حصلت، يعني انا برضو دي برضو غريبه، انا بالنسبه لي انا لما حسين الشحات لعب في مركز تحت راس الحربه ماشي، هو احنا قلنا هو اكتر واحد في الثلاثه اللي موجودين يقدر يلعب في المكان ده لانه بيعرف يتقل على الكوره ويعرف يعمل استحواذ. طيب احمد عبد القادر ما كانش في حالته، طاهر محمد طاهر مش في حالته، بيرسي تاو مش في حالته، طب حسين الشحات هو اللي اتغير اول تغيير في الدقيقه 60، طب ما هو حسين الشحات ممكن كان يرجع لمكانه الطبيعي قدام هاني لان كانت جبهه قويه اساسا في كل الماتشات اللي فاتت، فدي برضو يعني برضو نقطه يعني كانت مستغربه شويه. طيب واحد زي قفشه نازل في الدقيقه 73 و74 والقدوسي نازل في الدقيقه 61 او 62، طب القدوسي اول مباراه ليه وقفشه هو اللي رجله في الملعب ويقدر يستحوذ ويقدر يسيطر ويقدر ايا كان، حتى لو قفشة مش في احسن حالاته او يعني هي في اليوم انا حاسس انه لعيبه مش في الحاله الطبيعيه بتاعتها. وبعدين يا ايمن انا لما يكون في 8 لعيبه مجيدين وثلاثه قليلين تقدر تشيلهم، لما يكون 7 مجيدين واربعه مثلا مش في الحاله كويسه تقدر تشيلهم، لكن لما يكون ال 11 اللي بيلعبوا مثلا منهم محمد عبد المنعم تقريبا اللي يعني ايه تحس في الالتحامات واحدة واحد ضد واحد ما حدش بيعدي منه، الكرة الأخيرة دي اللي طلعها يعني تحس إنه واقف على رجله. في 2 3 ممكن يكونوا إيه؟
لو كانت ظروف الفرقه كويسه كانوا اتشالوا، بس انا بتكلم ان في عدد كبير النهارده مش في الحاله الحلوه بتاعته اللي كان عليها مباريات سابقه، سواء في بطوله كاس العالم الاخير الانديه الاخيره او في الدوري العام. فهو يعني اللي هو الاعتذار الواجب هو للجمهور، الجمهور كان متخيل الاداء بعد كاس العالم بالذات هيبقى عالي جدا، ولكن ده بيحصل في كره القدم، والجمهور النادي الاهلي عارف انه هيجي وقت ماتشات كده وهيجي وقت تاني قادر يقف على رجله، لكن هم دول اللي نقدر يعني ايه نقول لهم يعني ما تزعلوش، ان شاء الله الماتشات الجايه هتبقى احسن من مباراه الهلال من مباراه اسوان يوم الثلاث، ان شاء الله الاداء يبقى بشكل غير كده واللعيبه تبقى بشكل غير كده اللي هم ظهروا بيه في المباريات السابقه للمباراه النهارده. فالنهارده وقعنا في اخطاء كتير، ولكن اكبر خطا من وجهه نظري انه مش عايز اقول الاستعداد للماتش، هو اكيد هم بيفكروا في الماتش دي اول مباراه في البطوله الافريقيه، ولكن يعني الامور تحس ان هي يا مش قادر بدنيا يا اما مش مستعد ذهنيا كويس ان دي مباراه هتبقى شرسه. أو للهلال هدفه اللي هو مظبوط، قلنا ما عندوش حاجه غير الفوز. أي. يعني هو الاهلي بيلعبك النهارده غير الفوز، لو تعادل بره اي فانت يعني حطيت ايدك معاه في حكايه الفوز ده. مظبوط. فهل هي احساس ان احنا لعبنا مع مستويات اعلى بكتير زي ريال مدريد وفلامينجو وسياتل الامريكي وبتاع، فالموضوع لا ده لا، بس انت بتفصل من بطوله لبطوله يا كابتن وداخل على مرحله صعبه ثانيه، دي ملاعب ثانيه. لا انا مش بقول ده مبرر، انا بقول عدم التهيئه دي هل هي جايه من كده ان انا لعبت في بطوله كبيره قوي ومستويات عاليه وجماهير كبيره واجواء مختلفه؟ لا ما هو ده الدور اللي اتكلم عليه برضو الكابتن علاء مايوف في حته التهيئه النفسيه قبل لعب الماتش دوت مع الهلال السوداني. واللي بيلعب في النادي الاهلي عارف كده كويس، يعني كل لعيبه النادي الاهلي وفيهم طبعا ناس كتير جدا خبرات معظمهم يعني، وبيلعبوا دوليين وكسبوا ودخلوا في بطولات من بطوله لبطوله، وبنطلع من دوري نخش على افريقيا، ونطلع من كاس عالم نخش على دوري وهكذا. ده لعيبه النادي الاهلي كده يعني، لعيبه النادي الاهلي بتطلع من 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 بطوله او موقعه لموقعه اخرى بنفس التركيز. فانا بس انا بقول هل انا بقول بسال نفسي هل الاحساس ان انا لعبت مع مستويات عاليه فانا بكل بساطه، بس كره القدم ما فيهاش كده، بكره القدم ما فيهاش الاحساس اللي هو يجي لك ان انا لعبت في مستويات عاليه فهاجي العب في مستويات اقل، فانا يعني بس عايز اقول لك حاجه. انا بقول لك لا لا انا عايز اقول لك، ما انت كنت لعيب وكنت بعد كده مدرب واشتغلت كمان مدير فني، الاحساس ده ممكن يكون زي ما انت بتقول كده، ممكن يكون لاعب اتنين تلاته، ما اظنش ان الاحساس ده هيبقى للفرقه كلها. ما هو ممكن يا ايمن غصب عنك وانت مش حاسس او انت ما عدتش نفسك من جواك سواء بقى جماعيا او على المستوى الفردي ان انا انقل نفسي النقله دي من الاجواء بتاعه الجماهير دي، وبلاعب لعيبه ريال مدريد وفلامينجو ومش عارف ايه واجواء كلها البطوله، اجي بقى انقل نفسي انا ذهنيا لمباراه زي دي، ممكن تكون غابت عن لعيبه كتير، لانه بصراحه هو ده دور لعيبه بس يا كابتن اسامه. دور لعيبه معلش، دور لعيبه واداره وجهاز فني وكل حاجه. بص يا اسامه، النادي الاهلي بقاله كام سنه في نفس الظروف؟ كتير. كام سنه اخذ برونزيه وجه لعب كتير. يبقى الطبيعي ان بعد ما اخد ميداليه ارجع بالشعور اللي انت بتتكلم عليه ده. مش هلومك انا واخد ميداليه برونزيه ومتكرم وكده، لكن انت كمان ما اخدتش ميداليه في البطوله دي وراجع بالاحساس ده. بس هل الاحساس ده يا اسامه جماعي معقوله؟ ما هو انا هو ده اللي بقوله يعني. لا انا مش بقول ده مبرر. لا انا معاك على فكره، بسال نفسي احنا كسبنا الهلال دي ايه السبب اللي خلى كسبنا الهلال دي قبل كده في الهلال؟ انا بنلعبها الاول. لا 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 اول مره تعادل اول مره مش تعادل على طول اول مره يعني وطول عمرنا واحنا بنلعب ماتشات السودان دي واحنا بنلعب هناك كبرنا قوي يعني، كنا نتعادل الملاعب دي
لعبتك مش عارف تلعب على الملعب ده. لا 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 مش تبرير لهزيمة. لا 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 مش ما اعتقدش الملعب يا كابتن شريف، يعني الملعب مش سيء ولا احنا ايام بقى كسبناهم ولا بنعرف نلعب على ملعب السودان ده، هوا وارضيه وتراب. بس بص يا كابتن شريف، نوعيه لعيبه ماشي يا كابتن شريف، بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن شريف، جايه من انتوا بتتكلموا على كاس عالم وارضيات وبتاع وما اعرفش ايه، بنلعب كره طبيعيه جدا، الملعب ده لا طبيعي ولا يا كابتن ماشي صح. وبختك يا ابو بخيت، دي فرقه جابت فيك جول وخلصنا على كده. الكره إيه حتى متشاطه ما اتشافتش، شمس، عوامل طبيعيه. انا مش بدي حاجه لينا احنا كلعيبه، احنا ما لعبناش النهارده واحنا متفقين كلنا، بس انت لعيبتك مش يعني الجو الارضيه دي، حتى لما بروح مع فرق تانية نقص الاكسجين وجا ما بيقدروش يأقلموا نفسهم، بيرجعوا على ملعبهم. ما هو ده متوقع، بيوصلوا للفاينل ده متوقع. انما لما بيروحوا شمال افريقيا ويلعبوا على ملاعب عاديه جدا، بتحس ان فرقه الاهلي جول ملعب موجوده، بتعرف تبني هجمه، بتعرف تعمل حاجه. ان الملعب ده اللعيبه كلها، وانا لعيب كره وعارف انا وانا لو العب في عزي على الملعب ده مش هعرف اعمل اي حاجه. ماشي يا كابتن، احنا بنقول الاجواء اللي حضرتك بتتكلم فيها دي اجواء كلها متوقعه. طب روحك فين؟ لعبنا فيها قبل كده. انا معاك، احنا ما بنعرفش نلعب الارض. طب روحك فين يا شريف؟ علاء انا مش عايزين نفتح في المباراه على فكره. هنقف علاء، احنا مش هنقف والفرقه هتتفرج علينا لغايه لما احنا نجيب جول. ما الفرق عندها دافع ان هي لازم تكسب على ارضها. حلو. وده الدافع. طب انت فين الدافع؟ انت ما كانش عندك التصميم النهارده. انت النهارده مش يا كابتن، يا جماعه احنا متفقين. طب ما تقولش ما مش موجودين النهارده. احنا مش موجودين لعوامل، نوعيه لعيبتك مش قادره تلعب على الملعب ده ولا بظروفها دي ولا في اليوم ده. فعشان هو عشان احنا ما نحملش الدنيا كلها والناس بتسمعنا. لا احنا زعلانين عشان ايامنا احنا كمان كنا بنلعب في الاجواء دي، الحقيقه كنا بنقابل صعوبه كبيره جدا ان احنا نحقق فوز، على الاقل كنا بنتعادل. انما كان بيبقى لنا صح روح وكمان. النهارده لعيبه الاهلي زي ما انتوا اتفضلتوا وقلتوا كده، في حاجه مش موجوده انك انت ما كانش فيه الرغبه والتصميم على الفوز. ايوه، انا لو الماتش ده نهائي زي ما علاء قال لك، لو انا رايح ولازم على الاقل اتعادل ولا اكسب، كنا هنشوف شكل تاني غير كده خالص. هي دي بس اللي احنا هنتكلم فيها. لا اتفضل. هو انا مش بنتكلم، انا احنا قلنا في اول كلمه انا قلتها ايه؟ الهلال استحق الفوز، لكن لسه بدري والاهلي قادر على انه يكسب الخمس ماتشات ان شاء الله. احنا ما بنتكلمش على دي خالص، ولا احنا مش عارفين، احنا بنسال نفسنا الحاله اللي كان فيها اللعيبه ايه اسبابها؟ هل هو الاحساس ان انا جاي من بطوله كبيره؟ هو ده اللي كنا بنتكلم فيه النهارده. يعني او نسبه كبيره قوي في الفرقه لم تؤدي بالشكل اللي المفروض انه يؤدوا بيه، بعيد عن ان اكسب او اخسر. فعشان كده احنا قلنا الهلال وبالذات في الشوط الثاني كان اقرب للفوز، هو الافضل وهو الافضل وكسب. غير الشوط الاولاني، الشوط الاولاني الفرقتين رتم قريب من بعض، وحتى ما فيش فرصه هنا لحسين الشحات وفرصه هنا للهلال، ما كانش في حاجه واضحه. لكن الشوط الثاني كان في وضوح ان في تفوق ليهم. فنتمنى ان شاء الله ان الاخطاء دي او عدم الجاهزيه في التفكير في المباراه دي ان شاء الله من يوم الثلاث تختلف، وانت بتلعب زي ما بتلعب في افريقيا، بتلعب على دوري عام، وحلو قوي ان انت الفرق المنافسين بعيد عنك، فتستمر على موضوع المكسب، لانه كمان نفسيا هياثر معاك في الدوري وفي افريقيا. لكن ان العوده وان اللعيبه قادره والجهاز الفني قادر وكل والنادي قادر انه طبيعي يعني. يعني طبعا طبيعي جدا، واحنا عارفين دي ومش ما ومنقللش من دي، واحنا متاكدين الاهلي ان شاء الله ده هيحصل، هيحصل هيوصل ان شاء الله باذن الله. بس كابتن بلال، درس قاسي وجرس انذار من البدايه زي ما كابتننا قال. طبعا الكباتن قال كل حاجه. الهزيمه والتعادل شيء وارد في كره القدم، وارد جدا يعني، وارد انك تطلع تتغلب، وارد انك تتعادل، زي ما وارد انك تكسب، وده شيء منطقي في كره القدم يا كابتن ايمن. النهارده انت مش يومك، النهارده دي اوف بالنسبه لمعظم اللاعبين النهارده موجودين في الملعب. السبب بص من وجهه نظرك، انا هقول لك على حاجه. انا يعني انا بدي نصيحه ومسج لعيبه النادي الاهلي. الاهلي لم يحقق شيء الى الان السنه دي، او اللعيبه لم تحقق شيء الى الان السنه دي. ما حققتش دوري، ما حققتش كاس، تلعب في بطوله افريقيا، ما حققتش ميداليه في كاس العالم. انا بس مش عايز الاداء اللي احنا اثنينا عليه في كاس العالم يحسس اللعيبه ان هم جابوا بطوله للنادي الاهلي. تمام. ايوه، وده خد بالك احنا بنقول كده، احنا بندي
كل حاجه حقها. يعني لما اللعيبه ادت بشكل كويس قلنا اللعيبه ادت بشكل كويس في كاس العالم استحق التقدير والاحترام، نستحق التقدير والاحترام، ولكن هل جبنا ميداليه من هناك؟ الاهلي يعتبر جاي من كاس العالم بنتيجه خائبه بالنسبه له، لان انت المعتاد بالنسبه لك انك بتجيب ميداليه وتيجي، الهدف كان اكبر من كده بكتير. المسج للعيبه انت لم تحقق شيء مع النادي الاهلي هذا الموسم، فبالتالي انا نتسامح في المكسب ونتسامح في التعادل ونتسامح في الخساره، ولكن لا نتسامح في الروح القتاليه العالية. صح تمام، لا نتسامح في انك انت ما تسيبش جلدك في الملعب، اتغلب عادي مش مشكله، الكره فيها مكسب وخساره عادي، اديت كره رائعه جدا قدام ريال مدريد واتغلبت تمام، واتغلبت بنتيجه كبيره وكنا بنسقف لك وبنقول لك برافو عليك انت اديت واديت بروح قتاليه عاليه، ولكن فوارق كره القدم هي دي تمام، وان بدلك وان انت ما عملتش يعني خلاص، هي دي كره، دي الكره اللي احنا تعودنا عليها مع النادي الاهلي، انك تؤدي وتقاتل، والمكسب والخساره والتعادل وكل ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، في الاخر التوفيق وعدم التوفيق ده وارد وبشكل كبير في كره القدم. مزبوط. طب تشوط الكره تخبط في العارضه والتاني تخبط في واحد تخش جول، ده التوفيق وعدمه. صحيح. لكن انا حاسبك على التقصير مش على التوفيق. صح تمام، احنا نذكر اللعيبه على التقصير في الملعب النهارده. الحقيقه انا ما شفتش روح لعيبه النادي الاهلي في ملعب النهارده. يعني خلينا نكون نتكلم بكل امانه، بص وزي ما احنا بنشيد بالاداء في كل مباراه انت بتاديها بشكل جيد، اكيد هنقول لك لا خد بالك تمام، في حتى بعد دخول الهدف، حتى بعد دخول الهدف. طبعا انا بتكلم خد بالك كابتن، انا بتكلم شوف انا قلت لك ايه، امتى الاهلي هيدخل الجيم النهارده؟ خد اكتر مره قلت لك امتى، ممكن ما تخش في البدايه، ممكن تخش في الشوط الثاني، ممكن، بس امتى الاهلي هيدخل؟ الاهلي ما دخلش النهارده في الماتش. صحيح. طول المباراه الحقيقه انا انتظرت بعد كده، انا استغربت لما انت قلت الكلام ده في البدايه، خد السنه يعني على اساس ان النادي الاهلي هيخش من البدايه. لا انا كنت متوقع كده، انا قلت لك يا كابتن ايمن انا منتظر امتى الاهلي هيدخل الماتش، لان مع الفرق يعني الكباتن اتكلموا على العوامل بقى الخارجيه، الجمهور والشحن الزياده واللعيبه اللي هتخش تضرب، وزي ما انت شفت كده النهارده اجريسيف، هم بيخشوا بقوه جدا جدا وبعنف في بعض، في بعض الاوقات مش هيسمح لك، مش هيديك فرصه ان هو انك تشتغل بقى الدبل باس وانك تستنى ويديك مساحه ويديك فرصه ويديك وقت تشتغل، لا زي ما انت شفت كده. عشان كده كنت بقول لك امتى لعيبه النادي الاهلي النهارده تخش الاجواء، تخش الملعب انت. توقعت بعد الهدف الحقيقه ان احنا لعيبتنا ممكن تدخل في الجيم، بغض النظر عن تغييرات المدير الفني وبغض النظر عن وضعيه اللعيبه، ودي هنتكلم فيها، انك انت لما تلعب مباراه حساسه مهمه جدا، عندك في خصم هناك واخد 6 بونت صح تمام، انت المباراه دي هي المباراه التنافسيه بالنسبه لك، هي دي المباراه اللي ممكن كنت تحط فيها رجل، انا لو خرجت بنقطه التعادل كنت هبقى يعني ساتسفاي، ايوه خلاص نقطه بره ملعبك حلو كويس، انت بتحتاج مكسب ثلاث مكاسب على ملعبك ونقطه بره ملعبك والجيم خلص في بعض الفترات، والجيم خلص مرضي. انا بقول لك هبقى ساتسفايد يعني أفضل من لو اتعادلت. لكن النهارده اللعيبه انا الحقيقه في بعض اللوم في اوقات كتيره جدا، خاصه بعد تسجيل الهدف. بعد تسجيل الهدف كنا لازم نشوف روح قتاليه عاليه، حتى لو ما كانش في مهاره، حتى لو المهاره ما بانتش، حتى لو كنت انت ما بتاديش وبتلعب كره حلوه جميله تمام، انا كنت منتظر روح قتاليه اعلى من كده بكتير. طب هو صعوبه العوده في المباراه رغم ان انت عندك وقت كافي بعد الهدف انك ترجع المباراه تاني، كان بسبب الروح العاليه بس؟ اكيد طبعا. بص يا كابتن، الماتشات اللي زي دي السودان بالذات، والماتشات اللي فيها الدربيات اللي بتحصل ما بين الفرق وبعضها، الـ 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 الاجهز نفسيا واللي عنده روح قتاليه اعلى هو دايما اللي بيسيطر على الماتش، لان الماتش النهارده ما كانش فيه كوره. شفت كوره من الفرقتين مش من الاهلي بس، شفت كوره من السودان النهارده؟ ما شفتش كوره، كلها تخبيط وجري واجري يعني عارف الكره العشوائيه مش الكره المنظمه. دي طريقتهم انا عارف يا كابتن طبعا، احنا قايلين من قبل الماتش بالزبط. ان هم يلعبوا ايه؟ تك تك ويلعب قدامه ويبتدي يجري ويخبط فيك عشان تبتدي انت تغلط، فيلاقي مساحه يلاقي فرصه يشتغل عليها. هو الفرصه النهارده جت بيدي لبيدي عمرو، يعني النهارده انا اسف الهدف اللي اتسجل في النادي الاهلي النهارده خطا واضح قدام الجميع، خطا واضح قدام الجميع، يعني قيمه الشناوي كبيره، لعيب امكانيات كبيره وقدرات عاليه، بس محتاج يركز شويه، الشناوي محتاج يركز شويه. المباراه اللي فاتت فلامينجو هدف التعادل خطا من الشناوي، مباراه النهارده هدف المكسب خطا من الشناوي، لا لازم يبقى فيه شويه تركيز شويه، لازم يبقى فيه يعني لو محتاج ياخد راحه ياخد راحه، انت في بعض الاوقات بتبقى محتاج تاخد راحه، محتاج تبعد شويه عن كره القدم، محتاج تستريح شويه، ممكن لو محتاج ممكن يبقى فيه تبديل،
يعني عشان ما يضغطش عليه اكتر من كده. لكن المباراه اللي فاتت يبقى فيه خطا، المباراه دي يبقى خطا وخطا قاتل كمان، مش ده الخطا اللي غلطه الشناوي يعني، مش دي انا يعني unexpected يعني ان انا الشناوي غلط خطا بالشكل ده يروح فيه يعني نخسر ثلاث نقاط. زي ما قلت لك كابتن ايمن، المباراه عشوائيه، مباراه الهدف الواحد يعني، دي ما ينفعش يبقى فيها اثنين وثلاثه ولعب جمالي. لا، دي مباراه الهدف، مباراه الخطا، مش مباراه حتى اللعب الجمالي، دي مباراه الخطا. مين اللي هيغلط؟ مش مين اللي هيكسب النهارده، مين اللي هيغلط في الماتش؟ مين اللي هيستغل الخطا؟ انت غلطت خلاص، هو استغل الخطا ده وسجل هدف. اي نعم الشناوي رجع تاني وتصدر ركله جزاء، لكن الشناوي عنده افضل من كده بكتير جدا 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 جدا، لان هو لعيب احنا في وقت هو لا احسن لعيب في افريقيا الموسم اعتقد ما قبل الماضي، الماضي ها الماضي اللي فات على طول احسن لعيب في افريقيا. فهو عنده افضل من كده، حارس المرمى بقيمه الشناوي ده يشيل فرقه في عز الازمات. لكن ما ينفعش يبقى عندي الفرقه كلها النهارده يا جماعه بعيد تماما عن الاداء. صحيح. انت هتطلع فاصل؟ طب نستاذن الكابتن نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، الفتره اللي جايه فتره صعبه، ضغط مباريات عندنا، هنتكلم على الماتش اسوان اللي جاي اللي هو كمان يومين ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لك، كل وقت وليه حينه، كل وقت وليه استعداداته. وطبعا اللعيبه كلها شافت اللي حصل النهارده، احنا بنديهم اعذار، بنحاول نقف في مباراه زي كده. كان كل يوم سيء جدا، احنا بنسميه اوف داي من كل الوجوه يعني. ان شاء الله اللي جاي في ظروف احسن باذن الله. اللعيبه هيبقى عندها شكل تاني، تعامل تاني، رغبه تانيه، رد على اللي حصل النهارده ده لنفسهم كمان يعني. مش ده عدم بتتكلم على اللي لازم يحصل. لا، اللي بيحصل طبعا. اللعيبه دي هي اللعيبه بتاعت امبارح، هي اللعيبه بتاعت اول امبارح، هي اللعيبه بتاعت بكره. فانا واثق جدا ان لعيبه النادي الاهلي هيكون لهم شكل تاني باذن الله في مباراه اسوان باذن الله. اتمنى ان شاء الله. بنتمنى باذن الله الطبيعي بتاعهم، العادي بتاعهم. لو انا النهارده بديهم اعذار الملعب والهواء والكلام من ده، يبقى نشوف الشكل ده في اسوان باذن الله ربنا. فكل التوفيق للمباراه الجايه. الحاله النفسيه بقى والجهاز الفني لازم يقعد مع اللعيبه ويكرمه. اللي شفناه النهارده ايمن من خروج على النص ما ينفعش. كويس؟ ما ينفعش ان انا كده مش هتعرف تلعب كوره. انا مش هفضل اتنرفز والعب كوره لغايه لما يخش فيها جوه فتنرفز اكتر والضغوطات تبقى اكتر. صحيح. فاحنا عايزين الدنيا كلها تتلم مع بعض كده، مش اول مره ولا اول هزيمه ولا اخر هزيمه ولا صحيح. ولا في اي حاجه في الدنيا، انما البيز نفسه او الشكل نفسه احنا الاساس كله بتاع اللعيبه دي كلها ما شاء الله. الفتره دي باذن الله زي ما بلال قالك لازم يحققوا بقى، لازم نشوف ان هو بيقربني النهارده من الدوري، بيبعد اي حد عن يمينه عن شماله. خدت بالك؟ بتبقى المكسب بس هو الرد الفعلي اللي لازم يبقى في المرحله الجايه. والاهلي قادر باذن الله في اي ظروف طبيعيه. صح. كابتن علاء، الفتره اللي جايه فتره صعبه، والبعد عن سيناريو السنتين اللي فاتت. بص يا، ممكن تخليها مش صعبه. انت فاهمني؟ لو تعاملت الموقف ده، انا بتكلم على ضغط المباريات. ما انا بقول لك صعبه في ضغط المباريات. لا، اعتقد ان انا كنت بتكلم معاك يمكن قبل الاستوديو اللي فات تقريبا، بقول لك الحمد لله ان الفتره دي غير السنه اللي فاتت، انك انت كم اصاباتك قليل جدا. يعني انت الحمد لله النهارده عندك بس السوليه، وغالبا السوليه ان شاء الله بعد ماتش اسوان يبقى موجود معاك باذن الله. لكن الفتره اللي انت فيها دي ممكن تتعامل معاها بايجابيه شديده جدا. درس، بس درس خاص جدا وكلنا متفقين على كده، حصل فيك النهارده. ذكائك ازاي تستفاد من الحاجه اللي حصلت لك. فكره مش كل اوقاتك في لعب في الكوره بتبقى حلوه طبعا، بس الفرقه الكبيره العظيمه زي النادي الاهلي ولاعيبتها بيستفاد من كل موقف فيه. موقف حلو استفاد منه كويس قوي، موقف زي النهارده يوم مش طبيعي زي ما قال كابتن شريف استفاد منه. كره القدم ملهاش امان. صحيح. كره القدم بتدي اللي مركز كويس قوي معاها واللي عنده الرغبه الاكتر. مظبوط. النهارده مباراه كره القدم كوره لا مفيش كوره، لكن هو ربنا ادى للي عنده رغبه. صح. اكتر واللي عايز اكتر. فاز الفريق اللي عنده رغبه الاقوى بس، مش اكتر، مش الفريق الاحسن. لا، اللي ولا عنده الرغبه الاقوى، لان احسن على المستوى الفردي والجماعي وكل حاجه والاسامي. لا، النادي الاهلي في حته ثانيه. صح. لكن هو النهارده سبحان الله ربنا، وكان رايق بيك والله العظيم، ربنا رايق بينا النهارده. ان كانت ممكن تطلع 3-0 ايمن في مباراه زي دي، كانت تبقى حاجه قاسيه جدا. لكن هي الهزيمة اصلا قاسيه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن 1-0 ايمن مش 3. مين كان يستحمل يخسر 3 ايمن مع فريق، مع احترام الكامل للهلال،
يعني يكسبك ثلاثة عمرها ما حد. وواحد قاسي علينا برضه والله. بص في كل الاحوال كلمه هزيمه طبعًا. بالنسبه لاي حد لجمهور النادي الاهلي طبعًا. واي لاعب كوره واي حد على مدار السنين خاصه انه مش متعود عليها بزبط. ما هو انت على حسب ما اتعودت. كلنا اتعودنا على مكسب روح بطولات عندك جماهيرك وراك. حتى جماهيرك مش بتقبل كلمه خساره صحيح. انت ما عودتهاش على كده ايمن من سنين فاتت مظبوط. بس عشان كده النهارده لما بيحصل لك حاجه زي كده انت تبقى متضايق. لكن خلي دقيقتك دي ايجابيه. نخلص الماتش النهارده خلاص خلص. خد كل اللي حصل فيه النهارده وما فيش سلبيات. كل اللي حصل النهارده انت حولها لايجابيات. ان ما يحصلش فيك كده تاني النهارده. لازم تعود تخش المباراه تركيزك عالي جدا دايما. انت حالتك انت بينهم جواك لا انا اقل من اللعيب ده. انا هثبت انا احسن منه حتى لو انت احسن منه. وفي الاخر هو الحاجه دي بتاعت النتيجه بتاعت ربنا. لكن ربنا بيدي يعني بيدي الراجل اللي بيتعب اللي عايز اكتر. صحيح. فعلى فكره بس نسيت ابارك للهلال اسامه سبق لكن مبروك للهلال النهارده. كان عنده حوافز اكتر والرغبه عنده كانت اكتر. مش اكتر من كده. هارد لك لعيبه النادي الاهلي وان شاء الله يوم الثلاث دوري جديد ومباراه جديده وان شاء الله شكل جديد وروح جديده خالص ان شاء الله. كابتن اسامه التعامل على الفتره اللي جايه الصعبه والبدايه من مباراه اسوان كمان يومين ان شاء الله. اه طبعا خلاص ما هو الملف النهارده يتقفل على طول. مش مفيش حلو. كنت اقول بحلو بمر يعني بمر النهارده يتقفل. واللعيبه كل لعيبه على منفرد كده يقعد مع نفسه يقول انا ما كنتش في الحاله بتاعتي ليه النهارده. وبعد كده طبعا اكيد الجهاز الفني والإداري. والمسؤول الاداري هيكلموا مع اللعيبه وليه الحاله اللي كنا فيها وليه قبل الهزيمه. يعني قبل كلمه هزيمه لانه الهزيمه في كرة القدم موجودة وهتفضل موجودة. لكن الحالة اللي كان فيها اللعيبة طوال ال 90 دقيقة هي دي النقطة اللي لازم ايه يطلعوا سريعا. قبل ال 90 دقيقة يا أسامة بمعنى أصح. كابتن علاء بيقول لك إن بالظبط. إن اللي هي أصل المباراة مش التهيئة قبل المباراة. أكيد عارف يعني. ما أنا عشان كده لما أنا سألتك أنا بسأل سؤال استهجاني بالنسبة لي أنا أو يعني سؤال عشان قلت لك هل الاحساس انه انا لسه جاي من بطوله العالم والاجواء وريال مدريد وفلامينجو لسه عايش فيها ما لحقتش اهيئ نفسي ان انا اخش في مباراه زي ديت. لكن هو الطبيعي ان لعيبه النادي الاهلي وقدر لعيبه النادي الاهلي وكلنا لعبنا وعارفين انك على طول بتطلع من بطوله تخش البطوله انت ما بتلحقش يتقال لك مبروك. يعني مزبوط. يعني ده انت بتاخد دوري تفرح حتى. اه ما بتحتفلش بيه وبيقول لك مثلا فكر ده انت عندك بعد يومين ماتش كاس نفكر ده انت عندك افريقيا. فهو ده خلاص قدر لعيب النادي الاهلي. فاكيد يقدروا يلموا نفسهم بسرعه. والحلو كمان ان هم راجعين على اسوان ان شاء الله. يعني مش هيجوا يعني من السودان لاسوان المسافه مش كبيره وعنده يومين ثلاثه لغايه يوم الثلاث يومين ان شاء الله ماشي. ما هيبقى قاعد في اسوان وبيتمرن في اسوان. طبعا التدريبات ما بتبقاش عنيفه في الوقت ده بتبقى حاجات الا غير يعني اللي بيتداس عليه شويه اللي هو الراجل ما لعبش او حاجه شويه. لكن غالبا معظم اللعيبه اللي لعبت هتلاقي تدريبات خفيفه. صحيح. فقبل حتى موضوع التدريب وطبعا موضوع الاستشفاء والحاجات دي لا اللي هو الكلام مع النفس كده. يعني كل واحد بيأدي بشكل وحش مش بيقعد يفكر مع نفسه هو قاعد في اوضه اللبس قصدي هو قاعد في اوضته هو وزميله مثلا او هو مجموعه من زمايله وكلنا عشنا الاجواء دي في الاوضه في الاوتيل. احنا ليه كنا وحشين كده؟ طب انا كنت ليه وحش؟ طب انا ايه اللي انا قصرت فيه؟ طب انا هل انا ما لحقتش ارجع بسرعه من الجو اللي انا كنت فيه ما هيأتش نفسي؟ كل ده قبل حتى الكلام اللي بشكل كبير بقى على مستوى الفرقه كله. يعني كل واحد لو عمل كده مع نفسه هتلاقي يوم الماتش مع كلام الراجل مع كلام سيد وسامي والناس المجموعه كلها ان شاء الله يأدوا بشكل كويس المباراه الجايه ونقدر نكسبها. وانا مش خايف على النادي الاهلي في بطوله افريقيا لاني متاكد ان شاء الله النادي الاهلي هيطلع اول ان شاء الله المجموعه او حتى لو ما طلعش اول هيبقى تاني المجموعه ان شاء الله هنوصل. يعني كابتن بلال التعامل هيبقى مختلف عن مباراه اليوم في المباراه الجايه وبدءا من مباراه اسوان ان شاء الله. ده اكيد. يعني النهارده كان مش عايز اقول انذار لان الاهلي يعني ما ينفعش يتقال له انذار. يعني الاهلي بطبيعه الحال لما بيحصل فيه مشكله او دروب
كل الامور بتتظبط، كل الفرقه كلها بتتلم، الناس بتعرف حجم الخساره بالنسبه للاهلي دايما كبير. فاعتقد انت المباراه اللي جايه هتبقى مباراه بالنسبه لك قتاليه، مع ان برضو الامور متغيره، انت جاي من كاس عالم على بطوله افريقيا، ومن افريقيا على الدوري العام، الليفلز مختلفه شويه، يعني مستويات الفرق مختلفه وطرق اللعب كمان هتبقى مختلفه اكتر بكتير. يعني اسوان هتلاقي في دفاع بيلعب على هجمه مرتده سريعه، يعني طريقه لعبه برده مختلفه كمان عن طريقه اللعب او ملعب مختلف، الاجواء كمان مختلفه. صحيح. تمام، فتلاقي طرق لعبه مختلفه، فانت لازم تاقلم نفسك خلاص. انت الفتره اللي جايه زي ما قالوا الكباتن كلها في الاستوديو، انت خلاص افريقيا دوري عام، افريقيا دوري، هتخرج من حته تروح في حته تانية، لسه عندك كمان كاس مصر، فانت لا هتخرج من 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 طريقه لعب واداء لطريقه لعب واداء مختلفه شويه. مزبوط. هتخرج من طموح لطموح تاني مختلف. النهارده كل الفرق اللي هتقابل النادي الاهلي هتقابلك يعني بروحين. تمام، ليه؟ انت البطل، وضع طبيعي، البطل دايما يا جماعه الناس كلها بتنتظر لقائه، هو مش فارق معاه بالنسبه له يكسب او يخسر، هو فارق معاه ان هو يؤدي بقتاله بشراسه كبيره جدا ويحرج البطل، هو ده اللي يفرق مع كل الفرق. تمام، فالنادي الاهلي حجمه كبير، الفرقه بتعمل بتستعد له بشكل كبير جدا 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 جدا، فعشان كده المباريات ما بتبقاش سهله دايما مع الابطال، المباريات كلها جايه صعبه، لكن الاهلي بلعبته قادرين ان هم يحققوا المكاسب باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني الفتره اللي جايه هتبقى صعبه جدا يا كابتن امل لتوالي المباريات، انت عندك مباريات كتير، تلعب فرقه وترجع للدوري وبعدين افريقيا وبعدين ترجع للدوري، الامور صعبه شويه، ولكن التحدي دايما اعتدنا ان النادي الاهلي بيقبله، بيقبله بكل تفاصيله. ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي جايه تبقى فتره موفقه للجهاز الفني وللاعبين باذن الله تعالى ان شاء الله. والجميل النهارده، يعني انا برضو هخرج بحته ايجابيه النهارده، انا شايف ان القندوسي يعني صفقه حلوه. أيوة. يعني من وجهه نظر الشخصيه كواليتي لعيب، كواليتي لعيب ممكن يكون مكسب للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، لعيب عنده امكانيات وقدرات. تمام، لعب في ظروف صعبه النهارده لكن وضحت امكاناته وقدرات القندوسي. التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. طبعا كلنا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، بس نتمنى الخروج سريعا من الخساره اللي احنا مش متوقعينها ديت، والاعداد بصوره احسن للفتره اللي جايه اللي هي زي ما قالوا كابتننا كبار، فتره صعبه جدا 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 على النادي الاهلي من ضغط في المباريات، والمباريات كمان مش في بطوله واحده، لا انت عندك الخوض في اكتر من بطوله بعد خساره ماتش النهارده، لا عليك ضغوط جامده جدا جدا جدا. المفروض انك انت ان شاء الله بدايه من ماتش اسوان دور على حاجتين، انت عايز ترجع تاني بطولة الدوري اللي انت فقدتها السنتين اللي فاتوا، وفي نفس الوقت تحضر نفسك كمان تحضير لماتشات افريقيا اللي جاية علشان تعوض الخسارة اللي احنا ما كناش متوقعينها النهاردة. كل التوفيق للنادي الاهلي. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحياة التحكيمية، انتظرونا.